إن شاء الله، وإن شاء الله كل أيامكم أفراح ومسرات. راح أعرفكم بنفسي اللي ما يعرفني، أخوكم ظاهر العداي، هندسة نفط وتعدين قسم المكامن المرحلة الرابعة. اللي أريده أني اللي أوصل لكم إياه، كل شيء أني كنت محتاجه في فترتكم هاي وانحرمت منه، أنتم ما أريدكم تنحرمون منه. أريد أقدم لكم شيء أنا كنت محتاج أحد يقدم لي، والحمد لله اجتازينا المرحلة وعبرت. أريد يعني أقدم لك كم نصيحة تلتزم بيها، وأني بالنسبة لي ما راح أسميك طالب، راح أسميك مهندس، لأن أنت هسه مهندس، وأريد أنت تكون قد هاي الكلمة، يعني أنت تكون قد هاي كلمتك. بالنسبة لهذا الفيديو أو لهذا الميت، أني كنت حابب إنه لو يكون العدد أكثر حتى الكل تستفاد، بس أني سويت تسجيل للشاشة يقدرون يشاهدون وبعدين، بس ما نفس ما راح أحس يصير بيناتنا تفاعل أسئلة وأجوبة. اللي أريد أني أبين لك إياه بهذا الفيديو عدة شغلات، أو بهذا اللقاء أعلمك شلون تدرس، شلون تتعامل ويا المواد، شلون تبحث. راح أشير لكم شاشة على عرض برزنتيشن ونحكي، وكل ما أحد عنده سؤال أما يكتبه بالتعليقات أو يسألني، أو تريدوا نهاية الميت نسويه راح يكون قصير، وإن شاء الله إذا تحبون يعني بعد ما ينزل هذا الفيديو نسوي لنا لقاء ثاني. أنا راح أشرح بصورة عامة، لأن أكو طلاب تكرير وتعدين، أكو مواد مشتركة اللي هي هندسة الحفر وهندسة الإنتاج بين القسمين. راح نبدأ إن شاء الله، بس أشارك لكم الشاشة. هسه واضحة الشاشة هسه؟ أي واضحة واضحة. بسم الله، راح نفتح هذا البرزنتيشن. واضح قدامكم؟ اي نعم واضح. ايه، اللي راح يصير انه راح اشرح لك شرح كان المفروض مفضل. المفضل كان اني اشرحاني بشرح مفصل، بس بما انه انتم ما حاضرين، بس ما راح يعني انتم تعبتوا وحضرتوا، فما راح اكل حقكم. مش راح يصير عندنا، راح يصير شرح حول المرحلة الثالثة. راح اكتفي بكورس واحد، شنت يعني اردت اسوي كورسين، بس لا، راح اشتغل الكورس الاول، وباللقاء الثاني تعزيز للكورس الاول ونشرح الكورس الثاني، حتى من تجي على الكورس الثاني يكون عندك جاهز. تعريف حول المواد، ايش راح تاخذ مواد، رؤوس نقاط عن كل ماده، جزء نظري بيها او لا، بيها عملي، عندي ترجمه كل المنهج، شلون تسوي التقارير، العملي النظري، شلون تشتغل على اللابتوب. انت هسه مهندس، عيب انه انت ما تعرف تشتغل على اكسل او على الوورد. بالاضافه لذلك اريد منك شغله، هاي اهم شغله فاتتني، اريدك تاخذ كورس لغه. اليوتيوب الا يعني الا ضال الكورسات يعني بالعاميه. انت ما عندك شيء هسه، اغلبكم 80% ما عنده شيء، قاعد بالبيت ويتفنن بمضيعه الوقت. يتفنن بمضيعه الوقت، اريدك راح اعلمك على كورس لغه انجليزيه مدته شهر. جدول، ملازم بي دي اف، فيديوهات، امتحانات، يعني اخليك تتحول 180 درجه باللغه الانجليزيه، لدرجه انك تقرا واللي يحاكيك انجليزي تسمع، وما اقول لك تقدر ترد عليه بنسبه 60%. وشلون تبحث باللغه الانجليزيه، وشلون تطلع اكثر حول هندسه النفط. هندسة النفط والتعدين مرحلة ثالثة. أول شيء أنتم بالأولوية قسم المكامن اللي هو قسمي، بعدين النفط والتكرير، بعدين هندسة التعدين. خوش حكي. راح نجي على قسم المكامن نشرح ونوضح الشاكو بمواد، وننتقل بعدها على قسم الثاني. هذا البرزنتيشن واضح عندكم شباب؟ تسمعوني؟
احمد نوفل، نسمعك نسمعك. يلا بسم الله. هندسه المكان من الكورس الاول، ايش عندك اول ماده؟ راح احكي لك على الماده وشلون يجي بيها اسئله وعلى الاستاذ اللي يدرسها، خوش، وافوت لك على الحاسبه مالتي واشوفك الترتيب مالتي شلون صاير بالنسبه لكل ماده، وايدك تطبق اللي تاخذه. اول شيء عندنا هندسه الحفر، من اول ما نجهز الموقع ونجيب الحفاره ونبدي نحفر ونسمت وننزل الكيسنج مالنا الى ما نصل مرحله الانتاج وننطيها المهندس الانتاج هو يكمل شغله. كل هاي بسلسله بمحاضرات. بعدين ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ هندسه الانتاج، هندسه الحفر يدرسنا دكتور محمد علي الراشدي معاون العميد للشؤون العلميه، هندسه الانتاج يدرسها دكتور نبيل البنا العميد. بعدها راح ناخذ جس ابار او الجس البئري الويلوجينج يدرسها دكتور معان، وكلكم تعرفون دكتور معان. راح تاخذون ماده ممتعه جدا جدا يدرسها دكتور ايمن اللي هي الاستكشاف الزلزالي. وبعدها راح تاخذون ميكانيك صخور اللي بوقت اخذناها الكتروني اللي هي يدرسها دكتور ابراهيم ودكتوره زهراء، ست زهراء العفو. عملي ميكانيك صخور عملي ونظري، جس ابار عملي ونظري، استكشاف زلزالي عملي ونظري. ماده خليتها اني ما ذكرتها هنا الصراحه لان اني ما متمكن بيها، هم راح اتطرق لكم، اللي هي هندسه مكامن تطبيقيه واحد او الكورس الاول. راح انزل لكم محاضراته وتشوفونها ان شاء الله. هسه هاي عرفت المواد اللي عندكم شني والمطلوب منكم شني. هندسه حفر بس نظري، هندسه انتاج بس نظري، جس ابار نظري وعملي، استكشاف زلزالي نظري وعملي، ميكانيك صخور نظري وعملي، مكامن تطبيقيه ايضا نظري وعملي، بس هو الاستاذ طبيعته دامج سوا. واضح لحد هي الشباب؟ اوكي واضح. اوكي واضح. راح هسه انطيكم نبذه مختصره عن الحفر، اوديكم على واشوفك شلون ايضا انا مرتب الحاسبه مالتي وشلون مرتب الملفات وشلون مقسمهن. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف هذا فيما يخص هندسه المكامن النفطيه المرحله الثالثه، تنقسم قسمين، كورس اول وكورس ثاني. هذا كورس الأول، شاكو حرف مكتوب بالكلية أني منزله، حرف محاضرة ما مفوت أني. شوف حفر بئري، أجي وين؟ هاي المواد اللي من عنده، هذا الحافظة بيها المواد اللي أني أخذتها من عنده، يعني الفيديوهات المحاضرات اللي نزلها. هاي الباوربوينت مالته نفسها، أتطرق لك على واحدة منهم. طبعا هذا الشغل يعني شغلي انا مرتبهن. What is meaning the drilling؟ شنو هو الدريلينج؟ يبدي يشرح لك انه هو يعني عملية حفر الصخور او الروك فورميشن حتى نصل الى الاماكن اللي فيها الهيدروكربون اللي هو النفط والغاز الى ان نكملهن. هذا التعريف مستحيل يجيك، او هذا تعريف ثاني ما جانا اصلا بولا، بس هو راح ينطيكم اياه بولا امتحان. هذا فيما يخص المحاضره الاولى، انتم اعتقد ماخذينها. راح احكي لك نبذه مختصر. اول شيء يبدي اول مرحله اكسبلوريشن اللي هي الاستكشاف اللي هي ماده الدكتور ايمن، راح تاخذونها. بعدين الايفالويشن التطوير، تطوير الاستكشاف. بعدين تجي مرحلة الدريلينج الحفر اللي هي مادة الدكتور محمد، يعني هي سلسلة كل شيء شيء متشلب بشيء أو شيء مرتبط بشيء. الكومبليشن أيضا ما بعد الحفر أو من ضمن مادة الحفر، راح تاخذون كومبليشن. طرق الكومبليشن هي بالإنتاج تجي، بس بالحفر الكومبليشن يقصد بها التسميت والكيسينج. بعدين البرودكشن، مادة هندسة الإنتاج مادة جدا ممتعة، تتعرف بيها على الأجهزة، تتعرف بيها على الأدوات، تتعرف بيها على القياسات، على الضغوط اللي راح تصير عندك، إيش قد كمية الإنتاج، ينخفض الضغط أو يقل. بعدين السبريشن الفصل،
وراء الانتاج تبي تفصل هذا يعني شغل التكرير، ولو انت اذا تعينت تشتغل انت ابو تكرير تشتغل ابو تعدين هاي اذا تعينت، اما اذا تشتغل بشركه فراح اكيد كل من اختصاصه. تريتمنت معالجات تصير بالابار، تاخذ الترانسبورت النقل نقل النفط، بعدين ريفينج اللي هو التكرير ايضا هم جماعه التكرير ايضا هم معالجات النفط ونقل، وبالاخير الاند ننتهي ان شاء الله. بس هاي المحاضره راح اتطرق لك بيها حتى تعرف الاليه. التايب اوف درينج ريج، اخذ هاي المحاضره احمد تسمعني؟ انواع منصات الحفر اخذتوها؟ بالجيولوجي بالكورس الاول نفسها راح تنعاد عليكم. ايش تنقسم؟ مايرن رينج ولاند رينج. اللاند رينج ايش تنقسم؟ خليني اوضح لك اياها، هذاني مقسمها على السريع. بحكي لك مختصر، دكتور محمد ما راح يجيب لك من هاي المحاضرة كلها باستثناء هذا المخطط. تجيبه تكتبه بالامتحان. اللاند رينج والمايرن، اللاند رينج ايش تنقسم؟ هيفي لاند رينج ولايت لاند رينج وهليكوبتر روت بوت رينج. والفلوتينج والبتم سبورت ريج يعني الغاطسة والطائفة أو شبه طائفة، هذا من التقسيم هنا. تجي هنا يشرح لك كل وحدة وعلى عمق شقد نثبتها، كل وحدة وعلى عمق شقد نثبتها. السيكونس اوف اوبريشن از از فولوين الاند ويل از درلد، يعني انت شلون تبدي تشتغل بالحفر. هاي كلها اخذتوها. اول شيء تحضر الموقع قبل وصول الحفاره، prepare location before rig arrives، dig كلر تسوي لك دنك بلقى على الصفن، انستل الكوندكتر بايب، بعدين prepare support pad for rig يعني تدعم الرج، وعندك هنا build roads تبني طرق وتسوي سياجات، وتحتاج بحيره ماء، واذا ما عندك بحيره ماء راح تحفر بير. هاي كلها انتم اخذتوها ان شاء الله. هذا مخطط ما يجيكم هذا الرسم. هنا الريتوري درلينج بروسيس ايضا ما تاخذونهن. كل وحده هنا وشرحها. هنا كل وحدة موقعها وعلى مسافة شقد أيضا، يعني قال أجيب الرسم وقتها ما جاء ولي الرسم معقد. هنا يبدي يشرح لك كل وحدة. دكتور محمد بهاي السوالف يريد موقع ووظيفة. شو يريد؟ يريد موقع ووظيفة. شوف هاي دريل شيب شنو هي؟ وقتها احنا ما جانا سؤال واحد منها، ويعني استنزفت المادة فما هذا شيء وجاب منها. المحاضرة الثانية تكمل المحاضرة الأولى اللي هي اللاند ريج أونشور. الأونشور يعني على اليابسة، والأوفشور هو بالبحر. طبعا احنا حفر بحري ما عندنا بالعراق، بس دول الغرب عم يحكي لك عنها. هنا عندك الماين كومباوند بارتس اوف ريتوري ريج، هاي منصة الحفر. من شنو راح تتكون؟ راح تتكون من عدة أقسام أو من عدة أنظمة. الهوستنج سيستم اللي هو نظام الرفع، والريتوري سيستم، والتوربولار اند توربولار والهاندنج اكويبمنت، والفلويد سيركوليتنج سيستم، والباور سيستم، والويل كنترول سيستم، والويل موترنج سيستم. يعني نظام الرفع، نظام المراقبه، نظام التدوير، تدوير سائل الحفر، الباور سيستم نظام الطاقه، الويل كنترول سيستم السيطره على الابار، البيلو اوت بريفنتر يعني بي او بي اللي هو مانع التفجر أو مانع الانفجار، ونظام المراقبة على البئر. راح تبدي بالهوستنج سيستم. أول شيء الفانكشن مالها، الهوستنج سيستم وين توضع وشنو ضرورتها، اللي هو إيه هذا
ثواني شباب بس أشوف قلم التأشير وينه. هذا تعريفها كله أو وظيفتها. البرنسبل كومباوند مجرد يجيب لك سؤال تكتب له ذنه، بعدين تنتقل. هذا الرسم مليون بالمية يجيك دكتور محمد، يموت على الرسم، يموت موت على الرسم، تطير نص درجتك من وراء الرسم، وترسم له لازم رسم دقيق، والتأشيرات مطلوبة منك، يعني تبدي من واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى ما تنتهي. هاي المعدة، هاي المعدة هسه أنزل لكم فيديو عنها. أنا صور لي أحد أصدقاء المهندسين بالبصرة معرف بن ناصرية الدروركس، ذكروني بيها أنزل لكم إياها. هذا رسم مطلوب منك. تطرق هنا كل وحدة، لا يغرك هذا الشرح، هذا الشرح لا يغرك، هذا كثرة الشرح لا يريد. هنا موقع وظيفة، مجرد تكتب له موقع وظيفة، مجرد أنت تفتهم. الديريك لا تكتب هاي كلها، مجرد موقع وظيفة وتجي هنا. يعني لازم أنت تعرف أنه الديريك شلون يوضع مسافته، كم بايب، كل بايب ايش قد طوله. يعني هنا أقل شيء 3 بايبات، البايب الواحد طوله 9 متر، مجموعهن 27 متر. تحكي له عنها. هنا الكراون بلوك راح يجيب لك وظيفة الكراون بلوك، تاخذ له من هنا هذا السطر تحكي له بها، ومن هنا وخلاص انتهى. يعني لا تغرك حفظ هاي المواد كلها. راح ننتهي ان شاء الله بهاي المحاضرة ونحول على اشوفك الترجمة مالها ان شاء الله. الهوك تاخذ له شيء بسيط عنه، الدرو ووركس تاخذ له شيء بسيط عنه. شوف هاي كلها معدات. أريد منك أنت مثلا تجي تدرس الحفظ، تأخذ المحاضرة الأولى الهوستنج سيستم، تروح تكتب باليوتيوب هوستنج سيستم، تكتب لي بالإنجليزي، عربي إنسان، حاول تنسى العربي، يطلع لك واحد يشرح لك بالإنجليزي أفهم منه لو 1%، بعدها محاضرة لك 2 10، إلى ما تصل مرحلة تقوم تفتهم عليهم، تقوم تفتهم عليهم. شباب واضح شرحي؟ تسمعوني؟ نعم يعني واضح واضح واضح. هذا انتهينا. شوف لي هسه انت فوت لي على قسم الترجمه، هذا البي دي اف، عندي بي دي اف وورد، هذا البي دي اف، هاي المحاضرات اللي اخذناها. يعني اخي 7 محاضرات اخذت بالكورس الاول، ترى اذا تقصد انت هسه 7 ايام تقعد تدرس وتخلي لك ماده بجيبك هسه بهاي الفتره، كل محاضره يوم انطيها، كل محاضره يومين وتنتهي عندك. على سبيل المثال شوف المحاضره الثالثه انا شلون مترجم لك هي. ايش عندنا؟ عندنا الريتوري سيستم. الريتوري سيستم انت شوف هسه انا بالنسبه لي اللي حفظت، الريتوري سيستم از ديزاين تو جيف ذا كونتينيو روتيشن فروم ذا سيرفيس تو درل سترينج سامبلي تو اتشيف البت روتيشن. شنو هو؟ هو نظام صممه حتى يوفر لي او ينطيني دوران مستمر من السطح الى الدرل سترينج، ويحقق لي البت روتيشن، ويحقق لي الدوران حول لقمه الحفر او البت. هذا حفظ، كلها حفظ. هذا الرسم مطلوب منك، هذا ترسم له اياه يجيك عليه 10 درجات. المايم فانكشن مالها شاكو مايم فانكشن تحفظه. شوف الفانكشن مال الهوستنج مال الريتوري سيستم هذا، تكتب له هذا السطر، يجيك السطر ويجيك رسم، لازم ترسم سؤال 10 درجات. هذا يعني هسه انت شنو ضارك اذا قاعد تدرس هنا بهاي العطله؟ ما ضارتك شيء. التوب درايف هاي، وهذا رسمها، او التوب درايف فريتوري سيستم به المقارنه، راح انطيك المقارنه وهذا كله لا تدرسه. شي يجيك بالامتحان اكتب له جزء بالمقارنه، جاك توب درايف اكتب له جزء التوب درايف، جاك الريتوري سيستم تكتب له الريتوري سيستم، ما يحتاج تحفظ التوب درايف. جيد. السوفر موقعه ووظيفته هذا السطرين. الكلي العفو موقعه ووظيفته، هذا الرسم ما مطلوب. هنا تبدي الكلي بوشينج والماستر بوشينج. يعني انا حفظت، يعني تطلع لك انت تفهم من هي 3 4 كلمات وتكتب له هي ويقبل بهن، او محتمل قال اجيب لكم الرسم وانت ما يجيبون، كليتنا ما يجيبون وما يتعبون نفسهم بيجي رسومات ويجيبها بالكليه. الماستر بوشينج مكانها وين؟
بين الكلي وبين الريتوري سيستم، تكتب له وتقع بالدرل بالهوستنج سيستم او بالريتوري سيستم وينتهي، انت جتك درجه كامله. الريتوري تيبل تكتب له هاي الفقره وتنتهي. شوف هنا عندك هذا، راح اشارك لكم الرابط، يشرح لك واحد مهندس اسمه استاذ حسين من البصرة اعتقد، ما اعرف من الناصرية، يشرح لك الفرق بين هاي وهاي، تفهمها انت. خوش شباب، على هالشاكلة تنتهي هندسة الحفر، يعني راح تاخذ الكورس كله راح تاخذ 7 محاضرات. يعني ندامة اني اللي بوقتها صادفتني ظروف، ويعرف ازيد شخص بكم صديقي وعد احمد، انه انت سر النجاح اي كلية وباي شيء بالدنيا التحضير يومي. يعني انت راح تاخذ الثلاثاء هندسة حفر، ما تاخذ الا الثلاثاء اللي يجي، معقول 8 ايام ما قدرت تراجع هاي المحاضرة؟ ماكو شيء، بس انك تحضير يومي. شباب احول من الحفر، احد عنده سؤال على الحفر؟ تسمعوني؟ حول عين على غير مادة. اوكي جي. شوف راح نزل لكم دليل المبتدئين في هندسة الحفر، تستفاد منه معلومات، تأخذ معلومات عن الكيسينج، عن أجزاء الحفر، عن سوائل الحفر، عمليات التسميد باللغة العربية طبعا للمهندس الكبير اللي هو عباس راضي عباس، مهندس عملاق خبرة ما أعرف كم سنة. شوف هذا قدامكم الأجزاء طبعا باللغة العربية، تفهم تشارك بالدرس تعرف شي يصير، بس أنا أريدك أنه أنت تفهمني، تأخذ لي الشيء اللي يجيك بالامتحان حتى تأخذ درجة، لأن المرحلة الثالثة مرحلة مهمة. شوف هسه هذا راح أشارك لك إياه هنا حتى لا أنسى مباشرة. كورسات يوتيوب موجودة عندي، اللي يريد عن أي مادة يراسلني يقدر ويأخذها. شباب هسه خلصنا الحفر، نجي وين؟ نجي على الانتاج. الانتاج العميدي درسك يريد نص، تكتب له نص، قال انه اكتب انت من عندك، بعدين اني اسوي مفهم ما ادري شنو كتبنا له، نقصنا. اخوي تجي على محاضرات العميد، العميد كله درس، ما لازم تعوف كل شيء. يعني تخيل انت يجيب لك 5 محاضرات، يجي لك على المحاضره الاولى يجيب لك سؤالين على 10 الواحد، هاي 20، ويجيب لك من المحاضرة الثانية سؤال، هاي 30، يعني إذا تركتهن يفين حظك بالمختصر المفيد. كله حفظ. الانترودكشن تو برودكشن تكنولوجي تحفظها، سؤال في يوم من الأيام جاهم وطبعاً مو لدفعتنا، هاي النقاط، بعدين أنواع الآبار عندك تأخذ، هذا الرسم مطلوب 100%، الشو إليمنت أوف ذا برودكشن تكنولوجي سيستم. خوش؟ اكسب هاي انواع الابار، والله بوقتها جتنا واني ما اخذت العين الاعتبار، وخذت رسبت من، يعني مو رسبت، اخذت 20 من 30 من ورا هذا السؤال. شوفوا ايش قد تافه، كل النفس اكسبلوريشن برودكشن انجكشن ميجرمنت اند اوبزرفيشن والسبيشال اوبريشن ويلز. جيد شباب، هذا الشرح ما عليه. زين عيني استاذ باهر، العفو تحكي انت، هاي كلها بالانجليزي يعني ممنوع عربي مثلا لو عادي؟ يعني انتاج حفر ممنوع عربي، انتاج وحفر ممنوع عربي. لا تخاف، لا تخاف، بس تبدي تدرس تحسها سهله، وتحفظ عربي احسن ما تحفظ انجليزي، احسن ما تحفظ عربي يكون بعلمك. يعني شوف هاي الفقره لا تحفظها، يعني شوف هسه انت مثل هاي الفقره كلها هاي ما تنحفظ ولا تجي. بالحفر راح اوفر، بالانتاج راح اوفر لكم محاضرات دكتور نبيل تسجيل صوتي كامله، تدرسها وعندك ملازمي تخلصها، هن 7 محاضرات خلصوا قبل ما تفوتون على الكلية، والله نصيحة. هنا الميكانيزم درايف، شوف الدبليشن اند انت انترنال غاز، حاجتنا كاملة، وهذا الرسم مالها. ما ترسم هذا الرسم تتنقص عليه 5 درجات، يعني هذا الشرح عليه 5 وهذا الشرح عليه 5. خوش حكي. الانترنال هاي بوقتها جتنا بالفصلي وجتنا بالنهائي، تنتهي المحاضرة، هذا الرسم ما عليك منه، تنتهي المحاضرة. يعني إذا تقصد المحاضرة الأولى يوم كافي زايد عليه، عندك ووتر درايف وغاز كاب درايف، وعندك الدبليشن أو الانترنال غاز درايف، تنتهي
تجي على المحاضرة الثانية، أريد أتطرق لك على السريع بالنسبة للإنتاج. المحاضرة الثانية والثالثة دامجهن سوا طبعاً. الريديال فلو إن ذا ريزرفار ينقسم ثلاثة أقسام، ريديال لاينر وسفيريكال، كل وحدة ورسمها. هذا الشرح تأخذه هو ورسمه، هذا الشرح تأخذه هو ورسمه، هذا الشرح تأخذه هو ورسمه. بعدين هذا قانون دارسي لا تجي عليه، كلها هاي لا تجي عليها، هاي السوالف كلها لا تجي عليها، هذا هم لا تجي عليه. الريديال فلو إكويبمنت كلها هاي المحاضرة إلى حد هنا وتنتهي، بس أخذ اللي بالبداية اللي قلت لك عليه، يعني المحاضرة الثانية يوم منتهين منها. أشوف العفو الرابعة والثالثة دامجين بمحاضرة آني، هذا لا تجي عليه الشرح بالبداية، تبدي من هنا الكاشف لو، الكاشف لو والرسم هذا، والكوست الكاشف لو يعني الإيرادات، والكوست التكلفة، ايش قد يكلفنا الشغل آني، كلها حسبات، كل شغل نبل إنتاج نعرف الكاست لو ايش قد، ايش قد يكلفني وايش قد يجيني. جيد، يعني شغلات جدا بسيطة. بعدين الأوبجكتيف، بعدين تيجي هذن تحفظهن، والله ما جاب منه شيء بس ما تعرفه، يعني دكتور نبيل ما ينحزر يجيب لك من إيه لهنا. صفحة 8 تنتهي المحاضرة الثالثة، تبدأ الرابعة الميكانيزم كونسيدريشن، الاعتبارات الميكانيكية أو المكمنية، العفو الميكانيكية، الفكشن مالها، الكيب سيتبول أرابس، هايا تأخذها، هايا كلها أنا اشتارك لك هنا تترجم أثناء المحاضرة، الول برودكتيفيتي الإنتاجية، الول كومبليشن إكمال الآبار، الول سيموليشن التحفيز، الأسوشيتد برودكشن بروبلم المشاكل المرتبطة بالإنتاج، الريميديال أند ورك أوفر تكنيك المعالجات والأشغال اللي التقنية، الارتفيشال ليفت والبرودكتيفيتي انهانسمنت، الارتفيشال ليفت اللي هو الرفع الصناعي، البرودكتيفيتي انهانسمنت تحسين الإنتاجية، والسيرفيس بروسيس اللي هي العمليات اللي تصير على السطح. تجي هنا عاد تاخذ كل عملية إكمال وتشرحها، لأن النقاط مطلوبة منك، كل هاي النقاط مطلوبة منك كل هذا تأخذ بس إيه هذا الجزء الفوق منه. وأني بما أنه ما أريد أطول عليكم بهذه المحاضرة، أني جاهز وفريل أي سؤال تسألوني بالنسبة اللي يريدون يدرسون هسه. أيام الامتحانات أيام الدوام أعاونكم، بس اللي راح يدرس هسه لو مني امتحانات تصليح أسئلة تقارير، أتواصل لويا الدكاترة، كورس لغة إنجليزية ندخل آن ويا كورس حاسوب، كورس أكسل، شي يريد اللي يدرس بهاي الفترة. يعني شو أنت قدر نقول، يعني هاي تشجيعية مني. الأوبن هول تجيك وهذا رسمها والأدفانتج مالها، وبعدين عندنا الليميتيشن مالها، المحددات مالها والرسم مالها، الأدفانتج كل شي بهاي المحاضرة هو للحفظ، كل شي هو ورسمه. البرفوريتد لينير كومبليشن هو ورسمها. شباب واضح؟ واضح. المحاضرة الخامسة والسادسة اللي هي تكمل العمليات الإكمال، التيوبينغليس كيسينغ فلو والكيسينغ أند تيوبينغ فلو، والتيوبينغ فلو without annular isolation والتيوبينغ فلو without annular isolation، كل واحدة هي ورسمها، هذا ورسمه. يجيك سؤال عليه 10 درجات، يجيك 6 أسئلة بالفاينل، ما لازم تعوف كل شيء، اللي يريد امتياز لازم يتابع الكيسينج اند تيوبينج فلو هي ونقاطها. الغرض من الترجمة هنا انه اني بمكان ما هاي الفقرة على سبيل المثال علاوي او محمد ميسر او احمد نوفل بمكان ما يروح ويشيلها ويوديها على جوجل وترجمها، انا مترجم لك اياها هنا تفهم وتجاوب بالانجليزي. البيتر فلو افيشنسي كفاءة تدفق افضل، ومكان ما تروح الترجمة بالجوجل ترجمة جاهزة قدامك وانت راح تحفظ انجليزي ورسمها مطلوب. شباب الحد هنا احد عنده شيء بالنسبة للانتاج؟ بقية المحاضرات على هذا الشكل. تسمعوني؟ شوف هاي نسخة أسئلة أنا جامعها ومسويها لكم حتى أنزلكم إياها بوقتها، يعني محضرها كاملة حتى الصورة وسويتها ملف VDF أو Word حتى تجيكم. ننتهي إن شاء الله من الإنتاج، نروح وين هسا؟ على الجسة الأبار. جسة الأبار عندكم دكتور معن، كلكم تعرفون دكتور معن، لازم تفهم عنده، لازم تفهم ماكو ما تفهم،
حضر يوم بيوم. العملي عليه 15، حاول لا تغيب، راح تاخذ 9 مختبرات. المختبرات اني مشتغلهن وورد واكسل، انزل لك هن بوقتهن ان شاء الله. علمك شلون تلتقط، اكو فيديو يعلمك اول بدايه الالتقاط راح تاخذونه. شوف شوف ده حق الاكسل كامله، كلها ملفات اكسل. شوف اني شلون مشتغل، اريد اشوفك شغل العملي. على سبيل المثال انطب على المختبر الخامس، لا على التعيين، شوف المختبر الخامس، هذا كله شغل بالورد. العفو. شوف حبيبي هذا رسم بالاكسل. العفو والله خرج ما اعرف ليش. يعني خلينا نشوف المختبر الرابع. هاي يعني واجهه مسويه، شوف تاريخ ووقت، انزل لك قالب وورد كامل بس تغير بيه انت، واريدك انت تسوي. شوف هذا المختبر، هذا السؤال مالته وهذا الجواب مالته، طبعا هذا كله مشغول اكسل وموجود الملفات مالته الاكسل، هذا الرسم مالته، واني طبعا هم رسمه بيدي. واضح العملي؟ النظري، وما أدراك ما النظري. النظري راح يعطيكم 5 ملازم، الخمس ملازم مطلوبة، الخمس ملازم مطلوبة، الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. شوف المحاضرة الأولى ما بيها شيء، بسيطة جدا بس لازم تفهمها. هاي كلها بالبداية حكي فاضي، يقول لك احفظها لا تحفظها. يجيك أنت دكتور اي معا يقبل بالعربي، بس شلون انت اذا جاك السؤال بالانجليزي اذا انت ما تعرف السؤال شنو شلون تقدر تجاوب؟ فتقرا بالانجليزي وتقرا بالعربي حتى تسهل عليك. كل هاي الامور بالبدايه مقدمه، مقدمه الاوبن هول الكيسنج هول، كل هاي بالنسبه لي درختها بكل شيء ما جاني منها، هاي التراكات بس انت لازم تعرف، لازم تعرفها. بعدين الجد يبدي منين؟ يبدي من المحاضره. هاي أسئلة موجودة بالمكامن طبعاً. الكروس أد نت بي ثيكنس هذا موجود عندك نصاً بالمحاضرة الثالثة، تحفظه هنا أو تحفظه بالمحاضرة الثالثة نصاً. جيد شباب، لا تغركم كثرة الملازم. هذا السؤال الوحيد اللي عندك رياضي بالمحاضرة الأولى، ويجي أصلاً من ضمن الرياضي بسيط جداً يشرح لكم إياه بثانيتين، وهذا ضايفين إحنا السؤال أيضاً عليها. ننتقل على المحاضرة الثانية، تبدي من هنا تاخذ الريزنت اند الريزستنت اند الريزستيفيتي، المقاومه والمعوقه. فتبدي هنا كل هذا شرح، انت بس تبدي تقرا راح تفهم مفهومه للي يقرا، والما يقرا ما مفهومه. واي شيء احنا حاضرين وعلمك شلون نسخه اسئله، طبعا هاي كلها حفظ بالعربي بالانجليزي ما يهم. الفاكتور افكتنج الريزستيفيتي of the reservoir rock، 3 نقاط تحفظهن يجي لك عليهم 5 درجات. شوفن الصالنتي الملوحة هي عكسية، ودرجة الحرارة عكسية، والبريزن of hydrocarbon طردية، وجود الهيدروكربون طردية. جيد شباب، هذا سؤال رياضي مثال عليه، ما بيها شيء للي يدرس، والله ما بيها شيء. أما اللي ما تدرس ما أشوف، هاي الحكمة موجودة، كن صبوراً، الدروس التي تتعلمها اليوم سوف تفيدك في الغد، إذا تعلمت هنا تفوت على المرحلة الثالثة تضحك عليها. تنزل لكم هاي محاضرات كاملة إن شاء الله. أنا كنت مفكر أسويها بفلوس بس راح يعني أفعل يعني أروح والدي صدقة جارية وهم لي منفعة، أنه راح أفعل البوت وأنطيكم هي إن شاء الله بإذن الله. مهندس طاهر، اي اخويا، يعني هاي ايمت راح تنزل لنا اياها محاضرات؟ والله شوف يعني بالقريب العاجل تنزل يمكم، بالقريب العاجل. الله يرحم والديك وما تقصر اخوي. الله يحفظك ويرحم والديك. اي شباب، تحبون نكمل بقيه المواد؟ لو تريدون باشر يجتمعون جماعتكم يستفادون اكثر. أنا سويت تصويرهم حتى أقدر أرفع على اليوتيوب، لا يصير مطول الفيديو، أنا ما عندي شيء. هاي العطلة كلها وياكم يوم بيوم،
وباشر احتاج وقت اكثر اني وان شاء الله نختار وقت يناسب الجميع، لان هسه طلاب راسلوني قالوا لو ناخذ الظهر بين الظهر والعصر ماكو احد، انه الطلاب موجودين كله قاعده بالبيت. هسه طالب راسلني طفل الانترنت عنده ما نفس ما تتفاعل وياي، واريد يصير تفاعل. راح اعلمكم دوره اللغه الانجليزيه دوره اكسل، يعني بحيث افوتك انت على المرحله الثالثه مهندس تتعامل وياهم كمهندس. شنو رايكم لو تريدون اكمل هسه؟ خليه على باكر حتى اكبر عدد ممكن الطلاب يستفادون. باكر تحبون الظهر بالثنتين؟ والله انا ما عندي اشكال، اشوف الولد اذا ما عنده اشكال على باكر. اخوي احمد نوفل موجود؟ اوكي ثنتين ثنتين احمد. تتفقون واني وياكم وان شاء الله يعني ان منو هذا اللي يقول كمل اليوم؟ والله انا بعد اقولها مكمل اليوم لنفس المحاضره المسجله حتى اللي فاتتها. والله ابو لحق لحق اخو ظاهر الواد كملها اليوم احسن، بس هي مسجله يعني اذا حضرها هسه وباشر نفسه ايش راح يسوي؟ ما اشوف اني ما عندي اشكال. كيفك اذا تي تكملها وتاجلها؟ اريدكم تتفاعلون معي، انا اريدكم تسالوني، انا اريدكم تسالوني، فانت تسال سؤال. والله عندنا اسئله بس عندنا اسئله أنا متوفر معاكم، فأني هم أفضل إن شاء الله باشر نكمل. ويعني آراءكم على عيني أوكي. وعلى رأسي، بس أريد أني تستفاد أكثر، يعني أني أتونس من تستفادون أكثر. يعني أنا توقعت أقل شيء الوقت اللي 50 60، وهم أريد جماعة التعدين يجون حتى يستفادون هم. وإذا عندكم أسئلة حضروا لي إياها. خوش؟ أوكي. ان شاء الله رحم الله والدك ضار رحم الله والدك. انا الممنون حاضر لاي شيء، انا لاي شيء حاضر على راسي. الله يخليك. هذا وشباب هذا اخي.